تدور الشريك الاستراتيجي لجائزة التقدير. هذه الجائزة الرائدة والفريدة من نوعها في العالم والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله، تمثل جائزة التقدير مشروعاً فريداً ينطلق من روح الابتكار والريادة الذي تميز بها دبي. وهذا التميز الذي يعكس التزام دبي الدائم بجعلها بالفعل أفضل مكان في العالم للعيش والعمل، انطلاقاً من أعلى المعايير العالمية في مجال العدالة الاجتماعية والقيم الإنسانية. وبفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، تتجسد هذه الرؤية الحكيمة والنظرة الثاقبة في كل جانب من جوانب الحياة. كما أنه بفضل الدعم الكبير والرعاية الحكيمة للجائزة التي يمنحها لها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، صارت الجائزة على هذا النحو من الروعة التي نراها عليها الآن ووفق أعلى المعايير العالمية. نحن في شركة أنبسط ومن خلال توجهاتنا الاستراتيجية والتكنولوجية نعمل بجد وإخلاص لدعم هذه الجائزة القيمة، حيث نضع كافة إمكاناتنا وأدواتنا سواء البشرية والتقنية وفي مقدمتها تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة جائزة التقدير والترويج لها بأشكال وأساليب متنوعة ليصل صدى هذه الجائزة إلى جميع أنحاء العالم. كما نؤمن في أنبسط بأهمية الإبداع والابتكار في أدواتنا وتطوير أساليبنا في العمل، وهذا الأمر أصبح ضرورياً ومحورياً في تعاملنا مع جائزة التقدير، حيث أطلقنا حزمة من الأدوات المبتكرة من أجل خدمة الجائزة وبما يليق بقيمة دبي في اقتحام المناطق غير المسبوقة وتقديم كل ما هو جديد ومبتكر في جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة. إن الانتباه إلى العالم ورعايته وتقديره أمر مهم، فالعامل هو البنية التحتية لأي مجتمع وأي اقتصاد. لذا فإن الاهتمام بالعامل وتمكينه ورعايته هو في الحقيقة استثمار في مستقبلنا المشترك. ومن خلال تشجيع الاهتمام بالعامل تؤكد حكومة دبي على أهمية القيم الإنسانية والعدالة الاجتماعية في التقدم والنمو المستدام، مما يدفعني إلى القول بأن جائزة التقدير تعكس وبشكل لافت للنظر القيم العالية التي تسعى حكومة دبي وقيادتها الرشيدة لتجسيدها على أرض الواقع. كلما مررنا حولنا في دبي ورأينا التقدم الذي حققته في وقت قياسي، ندرك ونكون على يقين بأن هذا التقدم الهائل لم يتحقق إلا بفضل جهود العاملين بلا كلل ولا ملل، مما يمنح هذه الجائزة قيمة مضافة كونها تعتبر تقديراً للعاملين ولأهمية دورهم في بناء الحاضر والتأكيد على المستقبل المشرق بإذن الله. وقبل أن أنهي كلمتي أود التعبير عن إعجابنا الشديد بحكمة ورؤية القيادة الرشيدة في دبي، إذ تعتبر هذه الجائزة تجسيداً حقيقياً لتلك الرؤية التي تقدر العامل وتضعه في مكانة لم يحصل عليها في أي مكان في العالم. وفي الختام أود التأكيد لحضراتكم على أننا في شركة أنبسط نعدكم بأن نستمر في خدمة جائزة التقدير والترويج لها بكافة السبل المتاحة لنا، وأن نقدم كل ما في وسعنا لتحقيق رؤية دبي المستقبلية في هذا الاتجاه غير المسبوق في العالم. كما أود أن ألوه الوجود أحد أهم مشاريعنا الإعلامية والتي تعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو الروبوت المحادثة التفاعلي شات بوت أو زي ما بنقول نطلق عليه أو ميديا،
الموجود على شاشة العرض على الستاند الموجود الخاص بالمباشر، حيث ان هو روبوت جاهز للإجابة على أسئلة حضراتكم بما يخص جائزة التقدير وشركة كومباسل. شكرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.